اللغة الإنجليزية تحتوي على كم هائل من الكلمات الصوتية واللي تكتب كما تنطق مثل لامب، فارم، جولد، بوكس، flag هاند، آر المميز بهاي الكلمات لو كتبناها بالعربي بسهولة كلش نقدر نحولها للإنجليزي مثلا كلمة هاند اه ان دي أيضا كلمة فارم اف ا ام وهكذا نقدر نكتب مئات الكلمات وطبعا نقدر نكون ملايين الجمل الانجليزيه من هاي الكلمات اشترك الان بكورس كتابه وقراءه 500 كلمه انجليزيه وانت مغمض